احكي لي يا ساندي عن اول مره قريتي فيها المسج دي، وكان رد فعلك عامل ازاي؟ يعني جالي انهيار عصبي مبدئيا، انا اصلا عندي اكتئاب حاد، فيعني دي حاجه، وباخد قعدت فتره طويله باخد علاج للاكتئاب بسبب ان انا الصداع ما بينتهيش تماما وبصرخ من كتر الصداع، لان بجد كنت تعبانه، عندي سيفير ديبرشن ومش عارفه اطلع منه، وللاسف وسافرت عشان ما ادخلش في الحاله دي تاني اللي انا دخلت لها بعد البوم حلوه جدا. طبعا رجعت اكستريمي، يعني اكستريملي للديبرشن تاني. يعني انت بتاخدي ادويه اكتئاب يا ساندي؟ وقفتها بس يعني، بس اخدتيها فتره، اخدتها فتره طويله. انت يعني اصغر بكتير و خدتي ادويه الاكتئاب بسبب ضغط الشغل بس، ولا بسبب ان انت من جواكي مش مستقره، انت مش عارفه انت عايزه ايه؟ لا يعني مش عايزه ضغط تقعدي الشغل، في البيت، ولا عايزه تربي العيال، ولا ما فيش عيال، ما انا انا ما عارفه، خدتش يعني حاجه قصدي من عايزه العيال. تخلفي، انا فاهمه عارفه انك عايزه تخلفي وتبقي حياه اسريه، ولا ستريس. اي حد بيشتغل في مهنه لها علاقه بالتالنت او الفنون برضو بيبقى دايما عنده توتر زائد ومفرط. انت يعني ما لا انا يمكن اللي عامل لي، لا انا عامل لي توتر بس وجود شخص في حياتي بالاكراه، وانا عايزه حياتي تستقر، اكيد عايزه ارتبط بانسان سوي، عايزه اخلف، بس مش عايش كده يعني، مش دي حياتي اللي انا عايزاها، مش ده اللي انا حلمت بيه، مش ده اللي رسمته، لا مش ده خالص. فيعني كان لازم اواجه ده، وكان لازم، بس تعبت يعني كتير، سنتين وشويه يعني، كتير كتير راح من عمري بحاول اوقف المهزله دي، كتير تو ماتش كان بالنسبه لي، اللي هو يعني اعمل ايه؟ طب يا جماعه حد ينجدني. قلتي لي بقى جالك انهيار عصبي وقعدتي تصرخي لما شفتي المسج دي. لاني حتى لو انا عندي استعداد اخسر شغلي، فانا حاطه فلوس كتير قوي في ده، يعني خساره من كله، يعني كتير تو ماتش خساره. والغريب بقى، واللي مش فاهماه لحد النهارده،